سأل أخي سليم أيضا عن كيف يخفف أو ينسى الصائم عطشه وجوعه طبعا وجود العطش والجوع أثناء الصوم وتحمل الإنسان لذلك بلا شك أن الإنسان مأجور عليه عند الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصائم قال, النبي عليه قال الله تعالى فيه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه ويدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله، الانسان اذا تخيل عظم الاجر الذي يحصل عليه باذن الله تعالى بصومه يتخفف عنه ذلك، ولا باس ان يفعل الانسان ما يخفف عنه الصوم من المضمضه بالماء البارد، من الاغتسال بالماء البارد، الجلوس في الظل ونحو ذلك هذا جائز يعني، كما كان انس رضي الله تعالى عنه قد جعل له اناء اذا صام يجلس فيه يخفف